الله وبه نستعين. معاكم أخوكم أكرم. اليوم هقدم لكم تيست مود لغسالة أريستون إكوالتس تاتش سكرين، وده يعتبر أول تيست على مستوى الدول العربية وتحدي. وفي تاني غسالتين أريستون، مفاجأة في آخر الفيديو. اللي هيتابع لآخر الفيديو ليه مفاجأة قيمة جدا وفيديو مميز جدا يخليك احسن فني على مستوى الدول العربية. تابع معايا وان شاء الله هتستفاد. يلا بينا. بداية التست مود بنضغط زر الباور، الشاشة نورت قدامنا، تمام. بندفي زر الباور، بعدين بنبدأ من اليمين الاربع زراير دور ورا بعض، هتلاقي الشاشة نورت، هتبدأ تغش الغسالة تست مود في حدود 3 دقايق، واي ايرور هيتكتب على الشاشة. الفيديو ده يعتبر اول فيديو على مستوى الدول العربية، وانا مرضيتش اقطع الفيديو واقول لك اللايك والشير، بس انت برضك لازم يعني لايك وشير عشان تدعمني في القناة واقدم لك كل جديد، وتابع الفيديو للاخر عشان فيه مفاجآت كتير. اخوكم اكرم. يلا بينا يلا بينا. وحنيجي هنا لمرحلة تغيير اللغة، يعني ممكن تختار اللغة العربية، اللغة الانجليزية، اي لغة حسب دولتك. فاول حاجة لازم نضغط زر الباور والشاشة تنور قدامنا، يعني مفيش اي مشاكل في السيستم او في دايرة الباور، ونبص نشوف كل الارقام مكتوبة بوضوح، وهناك في زر الستارت يكون بيطفي وبينور باللون الاخضر، يعني كده كل شيء تمام. خدوا بالكم من الثلاث زراير دولت اللي هم فوق بعض على اليمين، تمام. هنضغط زر الباور اوف. من فضلك اللايك والاشتراك ولا تنسى الشير. لمدة 10 ثواني والغسالة مطفية، والغسالة مطفية، هتبدأ معانا الغسالة تفتح الشاشة. من في كلمة اوكي على اليمين اهي، وفوقيها سهم وتحتها سهم، تدوس الزر اللي جنبه اللي جنب السهم تطلع لفوق او تنزل لتحت عشان تختار اللغة المطلوبة لبلدك، ونحدد انت عاوز ايه. زي ما انتوا شايفين كده بنغير من لغة للغة، وبنستنى نشوف كتبت على الشاشة ولا لا. خلاص اخترنا اللغة، ندوس اوكي. تمام التمام. نبدأ بقى بعد ما ضغطنا اوكي بنبدأ نروح على زر الباور الاون اوف ونطفي الغسالة، تمام كده. نبدأ نضغط على زر الباور ونشغل الغسالة، هيظهر قدامنا اللغة، ونختار البرنامج اللي احنا عاوزينه. وزي ما هو موضح ممكن نختار درجة الحرارة وقوة العصر، هنا قدامي 60 درجة، قوة العصر 1200، كل شيء واضح، حتى الزمن تحت مكتوب ساعتين وكذا. وده هي تعتبر من احدث الغسالات اللي نزلتها شركة أريستون إكوالتس في السوق المصري. شكرا. ودي صورة الكارتة الباور بتاعت نفس الغسالة الأريستون الإكوالتس، بحيث لو حد من الأخوة حب يشوف التوصيلات بالسكوتات ممكن يراجع مع نفس الصور. ودي صورة طبيعية حقيقية من الغسالة شغالة وما فيهاش أي مشاكل. فممكن حضرتك توقف الفيديو وتاخد لقطة للشاشة، هتشوف كل التوصيلات جميلة قدامك. يبقى انت كده مش محتاج حاجة غير انك تعمل اللايك والاشتراك والشير. تروحش معايا بعيد او تمشي من هنا وهنا، كمل معايا لاخر الفيديو عشان لسه هقدم لكم فيديوهات.
عن الغسالات والثلاجات والثلاجات النفروست بالذات، واسأل عني حبايبي وأصدقائي اللي بياخدوا مني المعلومات، وعن طريق المجففات والغسالات الأمريكاني. وابقوا معايا في القناة وانتوا هتتدلعوا آخر دلع. تابعني في القناة وما تنساش الاشتراك. ومعانا الموديل ده هوت من أريستون، أغلب الفنيين ما بيعرفوش يشغلوها ولا يختاروا البرامج بتاعتها، فأنا جبتها لكم وهنشرحها لكم بالصورة، وأنا مش هتكلم بس انتوا تابعوا الصورة وهتفهموا. أنا عارف إن انتوا أذكياء والله، بس برضك ما تنساش اللايك والشير والاشتراك. يلا بينا نتفرج. من فضلك اللايك والاشتراك ولا تنسى الشير. ابقوا معنا عشان لسه في مفاجأة في آخر الفيديو. ما تنساش اللايك والشير، تابع الفيديو للآخر عشان في مفاجأة هتعجبك قوي قوي قوي. يلا بينا يلا بينا. المفاجأة اللي أنا وعدت بيها من أول الفيديو، ودي أكتر غسالة أريستون موجودة عندنا في السوق. شوف السوفت وير بتاعها بسيط إزاي، أنا مش هتكلم أثناء الفيديو بس انتوا عارفين مع الصور ايه اللي هيحصل، وتابعوا اللي موجود فيها.
واتمنى لكم الخير، وما تنسوش اللايك والاشتراك والشير. أتمنى يكون استفدتم، وإن شاء الله فيديوهات قادمة أقوى من الفيديو ده هو. تابعوني ولا تنسوا اللايك والاشتراك والشير. أخوكم أكرم. السلام عليكم ورحمة الله.